بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي.